محالا ولورا والروح القدس من عالم وعالم العالم آمين وآمين آوان وشميا نتقدس مختف ملكوثا قديش قديش قديشا آوان وشميا دملين شميا ورعا شبحتام والطيب ثغد الوذ جنسان حياوينا ندنا ودي ونسقط ونشبح كل عدا مارت خول هوا وورا وروحة قدشا لعلمين حباخ بهري جناثان كد يذخ لا حق وثوخ هاو خخشيخ تتقبلوخ قليان ادبرونوخ عزيز اد من شميام تام بشكر خلو مشبحو خلو طلب طالب ايتوخم كل التم مليثة كل عون وكل طوة آيتي ودمارة وبارو يدكل العلمين آمين الله ومارة كل مودينا نولا في شعم شيحم شبحينا أنتم الأحمان الطغرين والتبارق النوشات طاوي الموجة
باري رايث من أحمان الطغرين واتو بارو قطاود نوشاثا ومن أطران أمينة حيين الأخمار حياوينا حياوينا ونزغذ ونشبع كل عدة مارة خول العالمين شبح كل عمال لها حيا قديشا لها قديشا حلثنا قديشا لما يوسى إثر حماني شو حالا مراحم اللندغ دي لعادت وكل عدانا مارد كل دابو برونا وروحة قدش العلمين أنر يا ربنا وإلهنا عفو لنا لكي نصغي لسماع وفهمي وصاياك المحية الإلهية وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والفرح لك المجد الآن وإلى الأبد آمين. قراءة من سفر إشعياء بارك ما باركك الرب عز شعبي يقول الرب إلهكم طيبوا قلب أورشليم بشروها بنهاية أيام تأديبها وبالعفو عما ارتكبت من إثم وبأنها وفت للرب ضعفين جزاء خطاياها صوت صارخ في البرية هيئوا طريق الرب مهدوا في البادية ضرباً قويماً لإلهنا كل واد يرتفع وكل جبل وتل ينخفض يصير المعوج قويماً ووعر الأرض سهلاً فيظهر مجد الرب ويراه جميع البشر معاً لأن الرب تكلم صوت قائل اقرأ فقلت ماذا أقرأ كل بشر عجب وكزهر الحقل بقاؤه ييبس ويذوي مثلهما بنسمة تهب من الرب أما كلمة إلهنا فتبقى إلى الأبد كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي قراءة من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل قرنثوس بارك مات ويشهد الله علي أني امتنعت عن المجيء إلى قرنثوس شفقة عليكم فنحن لا نريد السيطرة على إيمانكم بل نحن نعمل معكم من أجل فرحكم فأنتم في الإيمان ثابتون لذلك عزمت أن لا أعود إليكم لئلا أسبب لكم الحزن مرة ثانية لأني إن أحزنتكم فمن يفرحني غير الذين أحزنتهم وما كتبت إليكم تلك الرسالة إلا لأني أريد أن لا يكون مصدر حزني عند مجيئي إليكم أولئك الذين يجب أن يكونوا مصدر سروري وأنا واثق بكم جميعاً
واثق أن سروري هو سروركم جميعا. كتبت إليكم وقلبي يفيض بالكآبة والضيق، وعيني تسيل منها الدموع، لا لتحزنوا بل لتعرفوا كم أنا أحبكم. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. قوم عثي ذايذ المشمعلي وانقاليون قديشا وامدحيه يا جميع الشعوب، لأن رحمته علينا عظيمة، وصدق الرب قائم أبدا. هللويا هللويا. رب بيت خرج بالغدا بالغاد يستأجر فعلة لكرمه، شارة الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج في الساعة الثالثة رأى آخرين واقفين بطالين، قال لهم: امضوا أنتم أيضا إلى الكرم وما يحق لكم أعطيكم. فمضوا وخرج أيضا في الساعة السادسة والتاسعة فصنع كذلك، ثم خرج نحو الساعة الحادية عشرة فوجد آخرين واقفين بطالين، قال لهم: ما بالكم واقفين النهار كله بطالين؟ قالوا له: إنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: امضوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذونا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال رب الكرم لوكيله: ادعوا الفعل وأعطهم أجرتهم وابتدئ من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشر أخذوا دينارا، لما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوهم أيضا دينارا، ولما أخذوهم تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرين عملوا ساعة واحدة جعلتهم مساوين لنا، نحن الذين حملنا ثقل النهار وحره. فأجاب هو وقال لواحد منهم: يا صاح، ما ظلمتك، ألم تكن على دينار شارطني؟ خذ ما لك وامضي، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أوليس لي سلطان أن أفعل بمالي ما أريد؟ أم إن عينك شريرة لأني أنا صالح؟ كذلك يكون الآخرين أولين والأولون آخرين،
لأن المدعوين كثيرون والمنتخبين قليلون. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. Jesus said, for the kingdom of heaven is like a householder who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. Going out about the third hour, he saw others standing idle in the marketplace. And he said to them, you go into the vineyard too, and whatever is right, I will give you. So they went. Going out again about the sixth hour and the ninth hour, he did the same. And about the 11th hour, he went out and found others standing. And he said to them, why do you stand here idle all day? They said to him, because no one has hired us. He said to them, you go into the vineyard too. And when evening came, the owner of the vineyard said to his steward, call the laborers and pay them their wages, beginning with the last up to the first. And when those hired about the 11th hour came, each of them received a denarius. Now when the first came, they thought they would receive more, but each of them also received a denarius. And on receiving it, they grumbled at the householder, saying, these last ones worked only 1 hour, and you made them equal to us who have bore the burden of the day and the scorching heat. But he replied to one of them, friend, I am not doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius a day? Take what belongs to you and go. I choose to give this last one as I gave to you. Am I not allowed to do what I choose with my belongings? So, or you begrudge my generosity, so the last will be first and the first will be last. وشوحا لا لها من هايث برك ثيهد ماري عليكم شوحا لمشي حمار ناب الابن وروح القدس إلى الواحد آمين. صباح الخير إخوتي وأخواتي الأعزاء، هذا الأحد يبدأ بعد أحد الصليب وأحداث إيليا، هالفترة القدسية بها معاني رمزية أيضا حتى نفهمها، لأن عادة من وقت إيليا اللي انخطف حسب الكتاب المقدس، وبعد إيليا الصليب، أنه الصليب معاني الصليب كله لازم نفهمه. بعدين موسى، نحن نعرف إيليا وموسى ظهروا مع المسيح اللي كان وسط الصليب، أيضا يعني المسيح والخلاص. فموسى وإيليا بعيد التجلي ظهروا مع المسيح. هالفترة هي الفترة اللي يعطون معنى للصليب وللخلاص، وأيضا هي الفترة الأخيرة حسب الزمن الطقسية قبل ما نجي إلى تقديس البيعة. هذه أزمنة طقسية بها معاني رمزية أيضا للخلاص. فاليوم يبدي أحد الأول من موسى. فنحن نتأمل اليوم دائما لما نجتمع كمؤمنين، نتأمل على كلمة الله ونحاول أنه نسأل نفسنا أش نستفيد من هالكلمة، هذا الأحد لحياتنا الروحية كمؤمنين. شون نقدر هالكلمة لما نقول أنر يا ربنا وإلهنا عقولنا لكي نصغي ونستمع ونستفيد من وصاياك لحياتنا اليومية. فلازم تكون هالمشاركة، هالإصغاء يكون إصغاء فعلي، ما يكون بس إصغاء هكذا. لأنه أنا أيضا مرة سابقة ذكرت هذا الشيء، طبعا من السنادس زي يلحون علينا أنه نذكر المؤمنين أنه القداس والصلوات والحضور احتفال، ما هو فقط حضور أو نسمع، لكن احتفال لازم نشارك كلتنا بينه، ما فقط بعض الناس. فاليوم نحن سمعنا القراءة الأولى أنه كلمة الله تبقى للأبد. الإنسان يجي ويروح، الزمن يجي ويروح، لكن كلمة الله ما أبدا تروح، لأن هي كلمة أبدية. ولهذا كلام الكتاب المقدس كلام مكتوب
القبل مليون سنة والبعد مليون سنة ما يقع أبدا، بس قضية أن شلون نفهمه بزماننا عقليتنا حتى نقدر نستفيد منه. هذا هو الشيء الكنيسة دائما تعمل. مربولس طبعا ده يذكر المؤمنين بالرسالة مالته، شلون هو يفرح لمن يشوفهم يسمعون كلمة الله يصغون إليها ويحاولون أن يطبقوها بحياتهم. والإنجيل اليوم طبعا بينه درس وبينه رموز. الرمز الأول هو أنه صاحب الكرم هو الله اللي هو صاحب العالم. الفعل الجوي أولين هم رمز من الشعب اليهودي اللي الله اختاره وعلمه كل شيء، بقوا مع الله من البداية. وذول الجوي المتأخرين هم الشعوب الأخرى اللي أتوا إلى الإيمان مثل الجنتايلز واليهود والبقية. فطبعا لما يجون حتى يحاسبهم حتى ينطيلهم حقهم يحاولون أنه اللي اشتغلوا أكثر يذمرون، يقولون احنا نستحق اكثر. فهون الفكره هي الخلاص. الخلاص ما حد منا يستحق ابدا، هي هديه مجانيه قدمها الا يسوع المسيح لكل واحد، لكل انسان على وجه الارض مو بس اللي يلكم. فالخلاص هو هديه مجانيه، لكن الانسان لازم يشتاق الى هذا الخلاص، يكون مستعد انه يشتغل حتى يصل الى هذا الخلاص. فنشوف الفعالين اللي يشتغلون العمال او الفعلة، نشوفهم قسم منهم اشتغلوا كثير، قسم منهم كانوا بعد مشتاقين حتى يشتغلون، كانوا موجودين يعني مستعدين ان يشتغلون بس ما حد دعاهم. هذا رمز انه ما حد علمهم، ما حد قال لهم تعالوا الى الوليمة، تعالوا انتم ايضا الى الخلاص، تعالوا ايضا من اعملوا حتى تخلصون. فهذا شيء ذكرنا أنه نحن أيضاً المسيحيين اللي نروح على الكنيسة نتصور يكون عندنا مكان أحسن بالخلاص. واحد خاطئ نشوفه يجي على الكنيسة بدل ما نفرح أنه إجا قم ننقده، هذا تعرفون إيش نسوى؟ ونحاول نحكي ونخلينه أنه ما عنده مكانة بيناتنا، لأن عبالنا الخلاص بس هو إلنا، حجزنا له إلنا. هذا طبعاً شيء خاطئ، لأن هالإنجيل ده يجاوب على هالأسئلة أنه الخلاص هو هبة هدية مجانية المسيح قدمها لكل إنسان على وجه الأرض. فإذا أنا افتهمت هذه الهدية ودا أعمل لكي أصل وأكون أحد من هؤلاء الذين يستحقون يكونون بالخلاص، لازم أيضا أحاول أساعد الآخرين حتى يجون على الخلاص، مو بس أمنع الآخرين من يجون وأحسب هاي خذتوها قنطرات إلي الخلاص. فهذا طبعا شيء مهم جدا، أنه أهم شيء الإنسان يكون عنده رغبة حتى يجي ويعمل لخلاص نفسه. بعدين هذاك الباقي هو بيد الله، هو راح ينطي لمن يريد، هو راح ينطي لمن هو، لأن الله رحوم. نعرف الله يقول بالكتاب المقدس ما يريد الإنسان الخاطئ يموت، يقول يريد يتوب ويرجع للخلاص، لأنه الله خلقنا كلتنا حتى نتخلص ونكون معانه ونعيش معانه بالحياة الأبدية. فخلي نصلي ونطلب من الرب أنه نحن أيضا نكون مثل المسيحيين واعين بحياتنا المسيحية، ونعمل شيء نقدر بحياتنا حتى نستحق أن نحيا حياة أبدية مع المسيح. لنستودع نفوسنا بين يدي الأب والابن والروح القدوس. يا مريا لا خيل أنا كل شكل بطلبه كاملة من نعمة تشطخ لنقيدة ثمبر كاث ونعمة ياثو رحمي وحنا ندلو ذغاوي تحوسان يدغطي هذا ذي عمد مرعيثو يم قبيل وطالو نعمو رحمو مارد كل باب وبرونا وروحة قدش العلمي نطلب رضاك
واجعله زادا للسائرين. هذا القربان صنع أيدينا، فاجعله زادا للسائرين. أوصانا أن نصنع ذكر موته ودفنه وقيامته، فإننا بحسب وصيته نقرب لك هذه الذبيحة يا ربنا وإلهنا، تقبلها منا بنعمتك ورحمتك الآن وإلى الأبد آمين. وبحسب وصيتك يا ربنا وإلهنا توضع هذه الأسار المجيدة على المذبح الغافر، وتعد حتى ظهور ربنا ثانية من السماء. لك المجد الآن وإلى الأبد آمين. ليقبل هذا القربان بوجه مشرق ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا عونا وخلاصا وحياة أبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. شحالة ولورا ولروح القدشة المذبح قدشان ودخرانا لو ثلث مريم مدلها من عالم وذنب العالم من وامش لي حوض وراء رحمة ودي حيدة صلوا ونوشينا بوريثة مر كل عما من وامين دخرا مر بطرس على المذبح قدشة عم كنيد انصح وسادد اذكلا اشفع الثورة كلون عني ذيل وقيمتش واحتش وحدقي منهم بإله واحد الآب خالق الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى ولرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو لله في الجوهر الذي على يده صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس المنطي تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لموته انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد آمين. اذكروا في صلواتكم أبانا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارة الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العالم بالإيمان الحق وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا وجميع الحكام وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين في العالم يجمع ليمنحنا الله الذي كللهم بمجد القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي بارخ ما. نحمدك يا رب على نعمك الغزيرة إذ أهلتنا بفيض مراحمك نحن الضعفاء الخطأ للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه، فإننا نسألك متضرعين أن تعضدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق، ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. عمخون عمر
التي تبادل السلام بمحبة المسيح. ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. إليك يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك المجيد. يقرب القربان لله رب الكون. يليق ويجب السلام معنا. أحب اسم ثالوثك المجد من جميع الأفواه والشكر من كل الألسن والسجود والتعظيم من كافة الخلائق أيها الآب والابن والروح القدس. يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه ومفيضا نعمة عظيمة على المائتين ومع ألوف السماوين الذين يسجدون لعظمتك ربوات الملائكة مواكب الروحانيين قدام النور والروح والكروبيم الصرافيم القديسين الذين يسبحون اسمك ننشد قائلين قدوس 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 الرب الإله القوي السماء والأرض مملؤة من تسامحه أوشعنا في الأعالي أوشعنا أنت يا الله أباه ضابط الكل وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا خذوا فكلوا منه كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. ذلك من بعد العشاء أخذ بيديه مقدستين كأسا طاهرا وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرتي Oh,
إنما صنعتم هذا تعيدون ذكري. نؤمن ونعترف. وكما وصيتنا يا رب ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء للاحتفال بسر الخلاص الذي به أغدقت علينا نعما عظيمة لا توفى، فتجسدت لتحيينا بإلهيتك، عضدت ضعفنا، غفرت خطايانا، أنرت عقلنا، نصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم، السلام معنا. أيها الرب الإله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه حمدا لك على جميع النعم التي يفضها على الطوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما ومار لويس رافائيل الباتريارك وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والشماسات والرهبان والراهبات. نعم يا رب اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا، خاصة الذين نذكرهم في هذا القداس. اقبلوا يا رب لأجلنا نحن الحاضرين ها هنا والمنتظرين رحمتك، استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. اقبله يا رب لأجل هذا البلد وسكانه وهذه المدينة وأهلها، صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب، أبعد عنهم الخوف والعنف وامنحهم أمنك وسلامك كل الأيام. أيها المسيح سلام السماويين وأمان البشر وقد الأمن والسلامة على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة، انهي الحروب واهدي الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف، فنعيش حياة هادئة وادعة بالنقاوة والتقوى. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك القائمين قدامك الآن، قبلنا بالتواتر الرسول عن آبائنا ما رسمه ابنك، إننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم والرهيب والمقدس المحيي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادين وخاشعين وصلوا، السلام معنا. لثمار حق الدنشاء وليأتي يا رب روحك القدوس ويحل على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا، رجاء عظيما للقيامة من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوه. بأفواه منطلقة ووجوه مشرقة نحمدك على تدبيرك العظيم ونمجدك دوما في بيعتك المفتدات بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. رحمتك من هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية، ونحن غير مستحقين. حقا نحن غير مستحقين يا باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، ونكسر بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم. سلام والابن
والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. يسام دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي باسم الأب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر بسم الأب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. ومحبة الله الآب وشركة روح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. لنقترب كلنا بتقوى وإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، ونتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان الحق، فلنقتبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، ولنندم تائبين على خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل، ومسامحين أخوتنا على زلاتهم. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، ومنقين نياتنا من الخلافات والخصومات. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا. نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا. ونشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا. لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الأبدية. لنصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي وهبتها لنا برحمتك ندعوك كلنا قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة، ولكن نجنا من الشرير،
لأن لك الملك والقوة والتسبيحة إلى أبد الأبدين. آمين. سلام عم خان عمالك عم روحا شال قديش يايب شال موثا المقدس واغفر ذنوبنا بدمك الكريم ونقي ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجاؤنا الآن وإلى الأبد. بارخ مار يهوثا طيب وذن محيان المارن يشعم شيحة تشتمل برحمة عم كلان عالم عالمين خبز وخمر يذاق الخمر
بصوت رخيم تغني الفتية وصف العذارى تدق الدفوف بصوت رخيم تغني الفتية وصف العذارى تدق الدفوف. اشتركنا في تناول هذه الأسرار المجيدة والمقدسة والمحيية والإلهية لنشكر الله واهبها سبحانه على موهبته التي السلام معنا. قداديس هذا الأحد قدمت من أجل النيات المؤبدة والسنوية الموجودة على المذبح ومن أجل النيات التالية: فائز شمعون المتوفى في سان دييغو، نيقاديموس ميخائيلي المتوفى في لوس أنجلوس، سليمة بطاح حبة المتوفاة في ميشيغان، ضياء أوراها ساكو المتوفى في ميشيغان، كمال زي أسمرو المتوفى في ميشيغان، حزقيال موسى حنطية المتوفى في ألمانيا،
سليمة داود شطح المتوفاة في تلسقف، كمال زي أسمرو المتوفاة في ميشيغان. كذلك بمناسبة الأربعين وردة ياقو دمان، نجاد داود جعدان. انتقل إلى رحمة الله المرحوم جميل فريدة المتوفى في سان دييغو، وستكون صلاة الجناز يوم الثلاثاء 19 تشرين الأول في الساعة 11 صباحا في كاتدرائية مار بطرس. تبرعت عائلة المرحوم ماثيو حجار بقداس مؤبد عن راحة نفسه، سوف نصلي من أجله وعلى نية عائلته في جميع القداديس. تفضلوا لننال بركة الختام. يليق يا رب مدى الأيام ويحق في كل الأوقات أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود، لأنك أهلتنا بنعمتك نحن المائتين لنقدس اسمك مع الروحانيين ونلتذ بعذوبة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكون. أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا، الذي أعطانا جسده ودمه وعربون الحياة الأبدية، هو يبارك جمعنا ويلم شملنا ويقدس شعبنا الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية وبعلامة الصليب الحي، تكونون موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة، هاشا وأخو الزوان والعالم عليم.